إذا بعد تحدي أوكسير بزو 2019 وتحدي باريس دبي سنة 2020، تحدي جديد انطلق منذ 10 أكتوبر من طنجة إلى العيون، الوصول إن شاء الله اليوم 6 نوفمبر بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. البطل عبد الرزاق البداوي يصل إلى مدينة مراكش صحبة دراجة الهوائية هواس، ويصل في هذه الأثناء الرزاق البداوي من منطقة بزو في تحدي، ويصل في هذه الأثناء إلى مدينة مراكش في المحطة 9 قدوما من مدينة بنقرير. في الأثناء يصل السيد عبد الرزاق البداوي إلى هذه المحطة متحف المال في مدينة مراكش. استقبال حار
باقي ناس فيه راه حنا طلبه ديال السي استاذ عليوان دكتور عليوان تشرفنا شي عام كسر انا بغيت يا دكتور تقرا لي فرنسيه تيلا ما نتي ها سي بغايو بغايو قول ديال الشعر الحمراء راه هنا والشعر الحمراء راه مهم الشعر الحمراء نسيت نسيت غلابيات حسين عبد الله عم صعب اخر ما عرفتش درا كتجي كل كتجيني لا كل كتجيني هادي ما عرفتش السي عبد الرزاق شي شحال جمعتي لا كاين اللي ما تشافش 20 عام احنا هنا في مراكش شحال دابا تشوفنا لا ديما نشوفوا الله عليكم الله يخلينا ديما مجموعين ديما شوف ديما شحال دابا مشيتي عندنا شي السي عبد الرزاق كل عام نجي العام نجي نجوجو لا ماشي مجوج ها هي ديال الوسط العام نهضر بزاف لان لو بغيت نهضر غنبدا من باحي وغنطلع على زيلال وغادي نمشي لسمو ما غاديش ننسى لي حتى لسمو دونك كل صراحه انا دابا في هذا المجمع هذا ما حس براسي انا في مراكش ولكن حس براسي بزاف بكل صراحه لان لو جو اللي يعني اللي رافقت منذ الصغار هما هنا تبارك الله والحمد لله على هذا الجمع كنشكركم بزاف على هذا الاستقبال واش غادي نقول لكم بكل صراحه ما عنديش يعني ما لقيتش كلمات باش نعبر على الفرح اللي الداخل ديالي وتنوعدكم بان ملي شفنا هذا الوجه والله العظيم الى العيا حيد وغدا غناخذوا البادره حتى العيون بكل يعني بكل فرح ان شاء الله وتنشكر ما غاديش نكثر عليكم بزاف لان هذا جا اكثر مني سي عبد الرزاق سي يوسف كان واحد الكونتاكت معايا في الفيسبوك لان شفت هذوك الرحلات اللي كان تيدير وانا كنت كنهتم بهاد الرحلات ديال الاسمو ديال لي ديفي وبقينا كونتاكت وكان واحد فرنساوي هو اللي غيجي معايا لهاد القضيه ديال الصحراء وفكرت بان البوميو نكونوا 100 الفريق 100% مغربي لان الصحراء مغربيه وكذا تيكون واحد اسمو واقترحت عليه الفكره اللي رحب بها توت سويت قال لي ودي راه ما نترينيش وكذا وكذا ولكن الف مرحبا صافي انا مع دابا كنت 30 عام وانا خارج فرنسا اكثر تقريبا وكنت نجي تقريبا ثلاثه المرات اربعه في العام المغرب لان ضروري خصني ندخل لان هنا فين تناخذ كما تنقولوا هنا فين تناخذ اسمو الانرجي ديالي ومع الكوفيد مالوغوزمون تحبسنا شي عامين تقريبا وفكرت باش ندير هاد الديفي باش نسافر في بلادي ومام طون لقينا واحد المناسبه اللي هي تتهم جميع المغاربه هي المسيره الخضراء وقررت باش نوصلوا ان شاء الله وباذن الله نهار 6 نوفمبر اللي هو الانيفرسير ديال المسيره الخضراء وراه حنا متوكلين على الله وعازمين كل العند ما نكونوا ان شاء الله في العيون 6 نوفمبر ونبارطاجيو معكم ان شاء الله التراجي ونشوفكم على خير مره اخرى ان شاء الله